في حياتنا رسائل كتير، مفيش يوم بيعدي علينا غير لما ربنا بيبعت لنا رسائل. ورسالتك النهاردة بتقولك فشل تجربتك الأولى هي فاتورة نجاح تجربتك التانية. الرسالة دي لكل واحد فاكر نفسه أنه فشل في حياته وقال لنفسه خلاص أنا مش هكمل تاني، اسمح لي أقولك أنك غلطان، وأقولك كمان أنك نجحت. نجحت عارف ليه؟ لأن فشل خطوتك الأولى هي طريقك للنجاح في التجارب اللي بعد كده. مفيش إنسان على وش الأرض نجح من أول مرة، مفيش حد كانت أول تجربة ليه ناجحة. افتح كده كتاب التاريخ، ادخل كده على جوجل واسأل مين فشل في تجربته الأولى، هتلاقي آلاف النتائج لأسماء أنت هتتخض لما تشوفها. علماء ومهندسين ودكاترة وغيره سطروا نجاحهم بحروف من ذهب، لكن لو قريت قصتهم هتلاقي أن البداية كانت فشل بامتياز، لكن الفشل ده كان حافز ليهم علشان يكونوا أحسن، ما يقسوش، ما أحبطوش، كملوا لآخر نفس فيهم علشان يكللوا مجهودهم بالنجاح. عارفين يا جماعة، إحنا مديونين لكل لحظة فشل في حياتنا علشان لولاها ما كناش نجحنا. لولا طعم الهزيمة المر اللي حسينا بيه ما كناش دقنا الطعم الحلو للانتصار، ما كانش بقى عندنا أصرار على إننا ما ندقش الطعم المر من تاني وننجح، علشان لما حاولنا غلطنا بس عرفنا غلطنا فين وصلحناه، اكتسبنا خبرة وحطينا رجلين على أول الطريق، بس الطريق الصح اللي ما كناش شايفينه. محدش نجح من أول مرة، وكل اللي نجحوا شافوا المر والصعب علشان ينجحوا. أصل يا جماعة مفيش حلاوة من غير نار، ومفيش نجاح من غير وقوع وتخبط. بس اللي ما تقع اوعى تستسلم، لازم تقوم وتكمل، تنفض من عليك التراب وتعافر من تاني، وتوري للدنيا كلها إنك هتقدر تهبش من الدنيا اللي أنت عايزه، وإن حلمك مستحيل تتنزل عنه ولا تسيبه لمجرد لحظة فشل. لكل واحد حاسس إنه فشل في أول خطوة، اسمع، لازم تصبر وتكمل لحد ما ربنا يبعت لك مكافأة نهاية الصبر. وخليك واثق إن ربنا مش بيحاسب بالقطعة، ربنا بيحاسب إجمالي مجهودك وتعبك. واعرف إن فشلك هو ضريبة نجاحك، ضريبة خبرتك اللي بتكتسبها. ممكن كانت ضريبة صعبة حبتين، لكن لحظات الانتصار في نهاية المشوار تستاهل. تستاهل إنك تستحمل وتكمل علشان خاطرنا وخاطر الناس اللي بيحبوك، وعلشان تقول للدنيا كلها إنك أقوى من كلامهم. اوعى تيأس وافتكر إن غيرك نجح بعد أكتر من لحظة فشل، وافهم إن ربنا شايلك الخير بس عايزك تسعى، عايزك تروح ناحيته بقلبك ويقينك، وعيش علشان تتعلم أكتر. والعلام عمره ما كان ببلاش ولا حتى بالساهل، العلام له ضريبة. أنت لازم تحتك بحلمك أكتر، تنزل البحر وما تخافش من الغرق، لأن مفيش سفينة عاشت طول حياتها على الشط، السفن اتصنعت علشان تبحر رغم إن أمانها على الشط، لكن رحلة الوصول لهدفها جوه البحر، والمتعة دايما بتكمن في الرحلة اللي هي رحلة نجاحك إن شاء الله. استنونا.